قبل الفاصل سألنا حضرتك سؤال عن التقلصات اللي بتحصل أثناء النوم، وتحديدا في عضلة السمانة أو في العضلة الخلفية للفخذ، وقلنا إن بيبقى الناس نايمة كده زي ما بيقولوا في أمان الله، فجأة كده الناس تقوم على كرامب والناس تبقى مستغربة، وأصبحت الحكاية دي مشهورة قوي يا دكتور أشرف في الفترة الأخيرة، بقت ناس كتيرة تشتكي الشكوى دي. إيه أسبابها وإيه التعامل معها هيبقى إزاي؟ كويس جدا، وكويس كمان حضرتك انك شبتها بلعيبه الكوره اللي بتلعب في الماتشات وكده. تمام. هو الشد العضلي ده بيجي نتيجه ان الحموضه بتزيد والقلويه بتقل. تمام. اوكي. في ماتش الكوره وانا بلعب وبجري بيتكون في العضله ما يطلق عليه لاكتيك اسيد، اللي هو حمض اللاكتيك. أيوة. لاكتيك ده يعمل حموضه، والحموضه دي تؤدي للكرامب، وهنشرح ازاي. يعني اثناء حركه العضله، العضله بيبقى فيه حمض اللاكتيت ده بيزود الحموضه، فالحموضه دي اللي بتعمل الكرامب، وهنعرف ازاي دلوقتي. نفس الشيء بيحصل اثناء النوم. اثناء النوم انا نفسي بيهدى، فبيحصل نسبيا شويه زياده في ثاني اكسيد الكربون في دمي، فبيحصل بعض زياده الحموضه نسبيا في الدم. زيادة الحموضة في الدم، في الدم عموما. نتيجة ان الدورة الدموية هديت والتنفس هدي. فالعضلات الأكبر والأبعد عن القلب، القلب، أيوة، تبقى فيها تروية أقل، وبالتالي الحمضية تزيد. تمام. فده يحصل في السمانة، ثم في باطن القدم، أيوة، ثم في عضلة الفخذ الخلفية. صحيح. العضلات الأكبر خلفين دول الأشهر، لكن ساعات بتحصل في الإيدين برضو كده. وليه بتحصل عند ناس وناس لا؟ يعني هنقول كويس. تمام. الحمضية بتؤدي، أو زيادة الحموضة بتؤدي إلى دخول الصوديوم جوه العضلة فتعمل انقباض. تمام. أو دخول الكالسيوم جوه العضله بنسبه اعلى فتعمل انقباض. فتعمل انقباض، صح. طيب عشان ده ما يحصلش محتاج اني اكتر الحاجات اللي بتعمل انبساط اكتر من الحاجات اللي بتعمل انقباض. صح. فحاجتين يعملوا ده، البوتاسيوم، ايوه، اللي هو موجود اساسا في الفاكهه طبعا، في الموز على رأسها. الموز والجوافة والبرتقال، معظم الفواكه، معظم الفواكه، كل فاكهة، بطيخ كل حاجة. أنا بقول اللي بيشتكي من الشكوى دي قبل النوم كل نص فاكهة، نص موزاية، نص برتقالة، نص تفاحة، نص جوافاية، نص يوستفندياية، بس مش نص بطيخة. لا، مش نص بطيخة، نص البطيخة ده عشان نعلي البوتاسيوم. ده كخطوة أولى. فخطوة تانية ناخد مغنيزيوم. أيوة. المغنيزيوم مش غني قوي في الأكل بتاعنا، بناخده قراص. ودخول المغنيزيوم هو موجود في الفاصوليا الخضراء مثلا. كويس. يعني فكرة. بس يعني في ده من الخضروات القليلة فعلا، هو من المعادن القليلة القليلة التواجد في الأكل فعلا يعني. تمام.